لأول مرة كأس الأمم الأفريقية على اليوتيوب مجاناً، والكاف يمنح 13 قناة حق بث المباريات. أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بياناً يعلن من خلاله قائمة القنوات التي تبث بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر انطلاقها بالكاميرون في 4 مساء اليوم بالتوقيت المغرب. وقال الكاف إنه قرر بث جميع المباريات مباشرة مع اختيار تعليق باللغة الفرنسية أو الإنجليزية على قناته على اليوتيوب وموقعه الرسمي وقناته على موقع الرسمي بالنسبة للمناطق التي لا تغطيها شركاء البث.